للحديث أكثر عن استمرار القوات الحكومية والميليشيات باستهداف المواطنين في مناطق حزام بغداد بالدهم والاعتقالات والتي يتبعها في الغالب إخفاء قسري لفئة معينة من العراقيين، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. أستاذ ضياء، مرحبا بك. شنت القوات الحكومية أيضا اليوم حملات دهم وتفتيش في مناطق حزام بغداد، ما الدوافع التي تقف وراء هذه الحملة؟ بالبداية تحياتي للجميع. حقيقة هذا كان متوقع من الحكومة العراقية، لأنه بإدارة الأزمة الفيروس الكورونا أدى إلى أن الحكومة العراقية تتخذ إجراءات انتقامية من الشعب العراقي وجلب وجهات النظر إلى اتجاه آخر، لأنه هذا ما يحدث في العراق وفي حزام بغداد. هي موجودة شريحة معينة من الشعب العراقي تسكن في هذه المناطق، وهي عملية انتقامية من هذه المجموعة البشرية من الشعب العراقي. هم يتوقعون أنه هذه المجموعة البشرية من الشعب العراقي هي التي هيئت وهي التي بادرت بإنشاء أو حث الجماهير أو حث الشعب العراقي على المظاهرات في كل ساحات العراق. هم واهمون كل من هو ضد هذه الحكومة هو ليست من حزام بغداد، وإنما كل الشعب العراقي. فليعون الحكومة العراقية لحد هذه اللحظة تتخذ إجراءات انتقامية، وهذه الإجراءات هي مكلفة بها، لأنه نحن لا نعلم من هو يحكم العراق بالوقت الحاضر. هل هي الحكومة المؤقتة؟ من يحكم العراق؟ هل هو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء السابق؟ من هو يحكم العراق بالوقت الحاضر؟ المجتمع الدولي يبحث عن سياسي عراقي أو مجموعة سياسية عراقية يتحدث معها، لأنه صار لها أكثر من 4 شهور والحكومة العراقية لا توجد حكومة عراقية، توجد حكومة تصريف أعمال، بس من هذول؟ من هم الذين يصرفون الأعمال في العراق؟ الحكومة في بغداد منذ نحو سنتين أعلنت أنها أنهت عمليات ما يسمى محاربة الإرهاب، لماذا الآن تقوم بهذه الحملات تحت نفس المسمى؟ أنا قلتها بالسابق، هم يتوقعون ما يحدث في العراق من مظاهرات واحتجاجات الشعب العراقي، أنه هذه المجموعة شريحة معينة من الشعب العراقي تحرك كل الشعب العراقي. هم خاطئون، لأنه هذه المجموعة مثل بقية الشعب العراقي متضررة، نعم، والشعب العراقي كلهم متضررون. هم يريدون الانتقام، وكانت هذا الشيء متوقع، لأنه حينما الشعب العراقي ملتهي بالفيروس ومكافحة الفيروس وأخذ الاحتياط من الفيروس، بدأت الحكومة العراقية تنتقم وصارت لها المجال، لأنه هذا المجال لو كانت في زمن المظاهرات والاعتصامات في كل العراق كانت لم تتمكن من أن تعمل هذه العمليات الإجرامية. بالوقت الحاضر الساحة فضت لها وهي تعمل هذه العمليات الانتقامية. طيب، لماذا حزام بغداد تحديدا؟ حزام بغداد هي المنطقة، احنا نعرف جرف الصخر والمناطق، لأن حزام بغداد كلهم مناطق كانوا سابقا بالجيش العراقي السابق، وهذا الجيش العراقي هو شارك في الحرب العراقية الإيرانية. وانا نعرف ان اغلب القادة الموجودين او الضباط او الجيش كان من هذه المناطق، اغلبهم من هذه المناطق. اذا هي انتقام طائفي مسير من قبل الحكومة الملال الإيرانية. طيب أستاذ ضياء، عدة دول اتخذت وشرعت قوانين بإخراج المعتقلين والمسجونين في السجون بسبب فيروس كورونا، خوفا من انتشار هذا الفيروس وتحويله إلى قنبلة موقوتة، ولكن الآن عمليات الدهم والاعتقالات ينتج عنها الكثير من المعتقلين، حتى أن هناك أنباء عن أن فقط المعتقلين من الرزازة والصقلاوية بلغ العدد 1731 شخصا تم اختطافه. أين تذهب بهؤلاء المعتقلين في هذا الظرف الصعب، هذا الظرف الذي العالم كله يشرع القوانين من أجل إخراج المعتقلين والمسجونين؟ والعراق
العراق يضيف والعراق يزيد عدد المساجين والاعتقالات العشوائية يزيد لأنه العملية العراق أخي الحكومة العراقية لا تنتمي إلى الشعب العراقي، كلهم هم يعترفون كلهم سرقوا أموال الشعب العراقي، كلهم أتوا لانتقام من هذا الشعب، ليس لهم ولاء إلى الشعب العراقي ولا فد واحد منهم من الرؤساء الكتل السياسية الموجودة بسنتها بشيعتها والمجاميع الأخرى، هم جاءوا للانتقام من الشعب العراقي، ذول كانوا أعداء الشعب العراقي وانتصروا بالوقت الحاضر بمساعدة الأمريكان والكيان الصهيوني، والآن هم قاعد يعملوا بالوقت الحاضر الانتقام من الشعب العراقي، لأنه لم يتبعوا الحكومة العراقية بالوقت الحاضر لم تؤمن بالشعب العراقي ولا 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 ولائها إلى الشعب العراقي، وإنما ولائها إلى إيران. هل ثمة موقف متوقع ربما من المنظمات الدولية، المنظمات المعنية بحقوق الإنسان التي طالبت الحكومة في العراق بإطلاق سراح المعتقلين؟ نعم، هناك مطالبات بإطلاق سراح المعتقلين، لأنه أغلب الحكومات في العالم كله أخي في العالم كله صارت إجراءات للسجون الموجودة، يعني حتى في إيران خرجت مجموعة كبيرة من السجون، سرحت وأعطت العفو في إيران نفسها، هاي الدولة نتكلم عليها دولة العمائم دولة طائفية لأنه الدولة تابعة إلى شعبها، وخرجت كثير من الناس الموجودين في سجونها، أما العراق يزيد السجناء حتى ينتقم منهم، لأنه عملية إذا مريض واحد في هذه المجموعة كل السجن يصاب بالمرض الكورونا، وإحنا نعرف مرض الكورونا هو مرض لا يمكن العلاج منه ولا يوجد دواء لعلاجه، إذن العملية هو قتل جماعي لهذه الشريحة من المجتمع العراقي أو من الشعب العراقي العفو. من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا السيد ضياء الشمري، شكرا جزيلا لك.